أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب بالمرصاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه قدر عليه
ولا وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى Yeah.